طيب، السلام عليكم. مرحبا عباس. كان احنا هذيك المره او ما عرفت شفتوا الفيديو، كان ديترمينستك ابروتش. كان عندي انا اف اوف اكس واي مثلا اكس 1 لا كان اكس 2 مثلا اكس 3، وهذا كله كان هو بحد ذاته الاكس 1. وكان كنا نحن عم نجرب نعمل موديل للاكس 1 in terms of x2 and x3 لحتى بشكل انت تقدر تعمل توقع prediction انه من x2 و x3 تقدر تعمل توقع لل x1. وقلنا هذا تركت لك اياه، هذا مثل assignment مفتوح لبعد شيء قد ما بدك، اسبوعين ثلاثه بعد شهر تعطيني اياه تفكر فيه. بده شغل وبده تجربه كتير وبده كتير واحد يتسلى فيه. يعني هاي بيسموها deterministic approach. ليش deterministic؟ لأنه كتير محددة. ليش محددة؟ لأنه function مباشرة. يعني إذا عندك x2 x3 دغري بيعطوك x1. أوكي، function مباشرة، إنه شيء مباشر، قصدي فيه equal، يعني ما في كتير التباس. خلص هاي إذا عندك هيك حيعطيك equal لهيك، ما في خيار تاني، يعني إنه ما حيعطيك شيء تاني. بينما في الشغلة التانية هي probabilistic approach. probabilistic approach. طيب شو أنا كنت عم فكر بصراحة فيها، هذه صار لي خطرت ببالي امبارح فكره انه بالبروبابيلستيك كيف ممكن نقاربها بطريقه بروبابيلستيك. انت عندك مجددا عندك x1 واكس2 واكس3، ونحن مهتمين نعرف شو هي الفاليو او شو بدها تكون الفاليو x1 انطلاقا من x2 واكس3. اوكي، هلا تعال نحط شوية أرقام. مثلا نقول هون 1، هون 5، 3، 2، 12، 4، 16، 30، 50، اوكي إلى آخره. نقول هدفنا نحن بدنا نعرف الاكس 1 من خلال هول 2. هلا تعال نبسط الحياة شوي ونقول انه بس الاكس 1 من خلال الاكس 2 بس، شو بدنا بالاكس 3؟ هلا انا بفكر بواحد يعمل يعمل مثل تعداد، او مثلا يشوف هيدا الوان كل امتى عم يطلع، او هيدا الوان مشروط ب يعني هذا الوان مثلا عم يطلع لما عم يكون عندي 5، هذا الوان عم يطلع لما عم يكون عندي كمان 4. اوكي، هذا مثلا عارف كيف، مثلا الأربعة بيطلع لما يكون عندي 12، وكمان الأربعة بيطلع لما بيكون عندي مثلا 13 الى اخره. خليني أقول إنه أنت عندك فرضا لنقول 1-5، وهون كمان 1-5. أوكي، تعال نقول هون كمان 1-5. وإذا بدك بعد تخلي الموضوع حيوي أكتر، خلينا نقول إنه هيدي زمنية، يعني في تسلسل زمني ورا بعض، يعني هيدي بلحظة، هاي بلحظة تانية، هاي بلحظة تالتة، بلحظة رابعة. أنا ما ضروري تكون الحياة هيك، بس إنه ممكن واحد عنده function وهذا وبس. بس لا، تعال نفترضها هيك كمان، طلع حيوية أكتر. يعني هو البروبلم نفترضه إنه هو هيك، بس لا هيك شوي صعبني. فأنا هلا رح لا خلص خليها، يلا خليها زمنية ما بيأثر. تعال نشوف. إحنا تتذكر بالزمنات حكينا عن هيدا البل شيب، هيدا the ghost أو normal. هيدا probability distribution function اسمها PDF، probability distribution function. فهون عادة بالx axis بيكون الx، وهون بيكون ال probability تتراوح من الصفر للواحد، فأعلى رقم رح يكون 1. هلا هون هيدا بيكون 1 ولا لا؟ ما بفتكر، صدقني ناسي، ماني شايفه 1،
ما بعرف ما بعرف، بغض النظر أنا ماني شايفه واحد. لا 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 مش لازم، لا 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 مش لازم، لا لا على الأرجح. فاللي بدي أقول لك إياه إنه أنا هلأ أنا ما بعرف إنه أنا ما يعني هلأ إذا أنا عندي مش اكس، عندي هلا اكس 1 اكس 2، فهيدا حيكون كابل. انا هيك خطر على بالي هلا انا عم فكر معك انه تعال نعمله كابل هيدا. وبالتالي هيدا صار اذا بدك 2 دايمنشنال هون تحت هيك، اوكي هيدا 2 دايمنشنال. وهون الكيرف صار كيرف بال 3 دي، اوكي ما في مشكله يكون ما مشكله. بدك تسهل الحياه شوي، خلينا 1 دايمنشنال. خليني اقول انا عندي بس اكس 1 والاكس 1 مربوط بحاله فقط فقط فقط، وليس عندي لا اكس 2 ولا اكس 3. يعني انا بدي اتوقع الاكس 1 الجديد من خلال الاكس 1 القديم او القدمة، اوكي. طيب فاذا انت عندك، لنقول انا عندي الواحد مرق هون والواحد مرق هون، فمثلا اذا انا اخذت، انا هيدي فكرت فيها امبارح صراحة، اذا انا اعتبرت من هون لهون هن التريننج اللي انا التريننج تاعي، شو بيطلع معي؟ بيطلع معي انه الواحد بيتكرر 1 2 3 4 5، حلوة هاي، بيتكرر 2 من اصل 5، فاذا probability تاعيته هي 2 على 5. 2 على 5 يعني 4 على 10 يعني 0.4، اوكي. وبينما الأربعة كمان بيتكرر 2 على 5 الأربعة هون كمان بيتكرر 4 على 5 كمان probability تاعيته 0.4، فهيك حيطلع عندك مثل بار دايجرام او شيء هيك، او ما بعرف شو بسموه بوتن او شيء هيك، مش بغض النظر. 16 كمان، هي 16 هون 16 حيكون 1 على 5 يعني 0.2، هيدي 0.2، هيدا 16 هون، وشو عنا 4 و 1 و 16 هون هن هون هن. طيب لنقول هول هن التريننج اللي انا المفروض يكونوا اكتر من هيك بكتير، اوكي، بس هول هن طبعا مجموعهم كلهم هيطلع 0.2 زائد 0.4 زائد 0.4 بيطلع 1، وهذا شيء طبيعي ومتوقع. شو بدي فيه لهيدا؟ نحن ما عندنا النورمال لو، حياة اللو تاعي انا عم باخده من هون، عم باخده من الداتا. طيب هلا طب اللي بعدها انا كيف بدي اتوقع؟ اللي بعدها انا مش عارف انا شو هي، بدي اتوقع كيف بدي اتوقع؟ انا برايي تعال نقول هيدي سيشن جديده، وهيدي السيشن بدها تكون بريدكتد سيشن. فاذا انا بدي اخذها بريدكتد سيشن، فهون حيكون انت على الارجح حيكون احتمالك يا واحد يا اربعه، واثنيناتهم بنفس الدرجه، ففيك تكب اللي بدك اياه، يا واحد يا اربعه. لنقول كبينا واحد، وإذا نحن صرنا مكيفين هذا واحد كبيته، بس ايه هلا كبيت واحد، بس هذا الواحد كأنك انت بهالسيشن الجديدة كأنك انت عبيت الواحد مرة واحدة بس، بس هو من حقه يتعبى مرتين. ها انتبهت معي كيف؟ انا هيدي اللعبة اللي كنت عم فكر فيها امبارح. طب انا هلا لما بدي يجي حدا من بعده، مين له نصيب هلا من بعده انه يتعبى؟ انا برايي هو الاربعة، لانه الاربعة نصيبه 0.4 والواحد مرق. هلا واحد ممكن يمرق مرة تانية، من حقه يمرق مرة تانية، هو اصلا عنده probability عالية 0.4 قد ما هيدا كان 0.4، ولكن انا بحس انه كمان من حقه الاربعة انه يمرق. لا بل الاربعة بشجعه انه يمرق اكتر من الواحد. هلا بتقلي هيك على اي اساس عم تشجعه؟ بدك انت تفكر فيها شوي، إذا بتفكر فيها معناتها عندك إحساس بالرياضيات. هيك طلع جرب طلع أنت بيرول إنه إحساسك حوله ل على الجبرك حوله كتابة. بس هيك أنا إحساسي بيقول لي إنه الأربعة لازم هو اللي يتكرر. يعني هلا دور الأربعة، يعني هاد بدي أقول لك إياه. فهلا المفروض يكون دور الأربعة. بيجي أنا بعمل بريدكشن للأربعة، بيقوم بيطلع لي رقم ولا مش أربعة، بيقوم بيطلع لي 16. أو طلع لي 16، ما لنا مشكلة. طب طلع 16. ما مشكلة، يلا هاي 16 وهي عطيه هيدا أخذ نصيبه 16. طيب اللي بعده شو راح يكون؟
بعده نصيب الأربعة عالي جدا، أوكي، فعلى الأرجح يكون أربعة. هلأ الأربعة صار من حظه أكتر إنه يطلع، انتبهت معي؟ الأربعة عنده حظ أكتر هلأ، والواحد عنده حظ أقل، والستعاش خلص راح حظه، المفروض يكون راح حظه. أنا عم سهل الحياة، لسهل الحياة لنقول نحن عملنا توقعنا يكون أربعة، وكان عن جد وكان واحد. أوه طبعا ما عندنا مشكلة. طيب هلأ دور مين؟ هلأ دور الأربعة 100%، ما في مجال، ما في إلا الأربعة هلأ، أوكي؟ إذا طلع أربعة تمام، معناتها موديلنا رائع جدا. تعال نقول طلع لنا رقم جديد ثلاثة. أوه هلأ هون شو بدك تعمل؟ هون حقيقة الموضوع بيرجع لك أنت شو بدك تعمل. يعني هون طلع لك ثلاثة انصدمنا فيها، فهي ثلاثة هون رح حطه هون، واحد 16، واحد مرتين اجا، اوكي. انا ما بعرف ليش عم حطه هون على ال 0204، ما ضروري حطهم هون هلا، بعد شوي بنتناقش فيها. والثلاثة هي الثلاثة هون، هي الثلاثة هون، ثلاثة اعطي درجة واحدة، اوكي، تعداد. هيدا مش probability، مش انه اسمي عددهم، لا، هيدا كاني عم اقول frequency، بسموها frequency، يعني تكرارهم، عدد تكرارهم، وليس frequency بمعنى percentage. لا، ال percentage هو كون هو ذات ال probability ضرب 100، بس انا عم اقول frequency يعني تكرار، بسموه effective value او شيء هيك. مهم شو بدنا فيه. فهيدا الثلاثة اجا مرة واحدة وراء. المفروض نحن كتير منتظرين الأربعة، كتير ملحين نحن على الأربعة، ولكن بنفس الوقت شو ضعف موديلنا. يعني أنت ملح على الأربعة ولكن موديلك ضعف. هلا هون قدامك خيارات، وهيدي أنت بدك تقررها وأنت بدك تفكر فيها وأنت بدك تقنعني فيها. ممكن تقلي أنا هون بقترح إنه ناخد هول كلهم بقى الترينينج ساشن تاعيتنا، أوكي، هيدي فكرة، هيدي إحدى الخطط اللي ممكن واحد يعملها، ياخذوا كلهم بقى تريننج سيشن، وبالتالي هذا الكيرف بده يتغير، بصير عندي كيرف جديد، اوكي، على البروبابيليستيك موديل مثلا. ما ضروري حدا تكون بحط بروبابيليتي، فيك تحط اعداداتهم، بس اعداداتهم هيدي الشغله بشعه، لانه بكره بتكرر الارقام كتير، بس عندك 100,000 ومليون داتا، بالاخص اذا انت عم تاخذ داتا كل ثانيه مثلا حسب الابلكيشن تاعيتك، ممكن عم تاخذ داتا كل نهار، بس بكل الاحوال عندك اعداد كبيره، فأحسن يمكن تاخذ البروبابيليتي بشكل عام، أحسن من الفريكونسي، أوكي. بس أنا هون كنت عم جرب يعني. فممكن واحدة من الخيارات اللي أنا بدي أخذ هذا كله موديل جديد، وبالتالي هلأ بدي أعمل رسم جديد، يعني الواحد عم يتكرر مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، من أصل قد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بصير 4 على 9، ما بعرف قديش 4 على 9، 0.3 شيء هيك، ما بعرف، 4 على 9 صغير بيكبر أكتر من 0.4، بصغر denominator بيكبر أكتر من 0.4، لا بيكون 0.4 شيء، فا إن شاء الله ما أكون غلطان. 4 على 9، قديش هو 4 على 9؟ 4 على 8 تحته بشوي، يعني 0.5، 9 تحت 0.5 بشوي، ما بعرف قديش هو. فا لا عفوا، شو عم بعمل أنا؟ هيدا الواحد هون، هذا الواحد هون 4 على 9، قلنا شو بعرفني 4 على 9، اوكي. فهيدا الواحد مرة، 2 3 4 4 9، الاربعة 1 2 مرتين 2 من 9، الاربعة 2 من 9، 2 من 9، هيدا ارتفاع، هيدا ارتفاع هون، هيدا ارتفاع هون، هيدا بتعمل probability distribution جديد، وبتبلش هون إذا بدك السيشن الجديدة تعيتك، أوكي؟ طيب في أحلى من هيك؟ هلا شو الزيتا هاي؟ هاي الزيتا، هيدي ال probabilistic approach. الزيتا إنه نحنا هربنا من هالموضوع، هذا هربنا من قصة ال إنه إنه إنك تغير موديلك كل شوي، أوكي؟ ال probability بشكل عام أو randomness إذا بدك، هي هدفها تقلل صعوبة البروبلم، تقلل الكومبلكسيتي. فنحن طلعنا من هالكومبلكسيتي اللي هون،
بغض النظر، لأن احنا أخذنا تايلور، ممكن واحد ياخد نماذج تاني غير تايلور، ياخد مثلا فانكشن للساين أو فانكشن مركبة أو مزيج من الساين وتايلور أو ما بعرف، في كتير موديلات ممكن يختارها الواحد. فأنت هربت من هالموضوع كله هيدا ورحت للإحصاءات بشكل عام أو الراندومنس أو شيء هيك. فالراندومنس بتقلل الكومبلكسيتي تاع البروبلم، فهي طريقة. طب لو قلنا هلا نحن عم تشتغل دو دايمنشن، عندك اكس 1 واكس 2، وانت بدك تعمل بريدكشن، فيك تعمل بريدكشن حقيقة للاكس 1 والاكس 2 سوا ضربة واحدة، وإذا عندك أنت الاكس 2 مثبت فيك تعمل بريدكشن للاكس 1، لأن إذا عندك اكس 2 مثبت 5 5 أنت عم تشتغل هذا الاكس 2 هون، هذا الاكس 2 هون 1 2 3 4 5، فعلى الخمسة أنت عندك حقيقة أعداد معينة، مثلا لأنه هيدي الخمسة حتكرر مش بس هون، هون حتكرر 50 مرة، لأنه هون بالتريننج داتا تاعيتك. فحيكون عندك أنت probability distribution function هون للخمسة على أساسها، أو ممكن أنت تعمل prediction لاثنين سوا، للواحد والخمسة سوا، انطلاقا من هول كلهم، انطلاقا من هول تعمل هذا. هلا نحن هون عم نشتغل كمان هذه discrete values، اوكي مش continuous، وما بهمك صراحة، بياناتنا ما كتير بهمني اعملها continuous، انا عم نسهل الحياة شوي. continuous يعني هذه صارت مثل x1 صارت function وال x2 صارت function كمان، ومش عيب وهذا افضل بكتير اشياء، بس نحن عم نجرب انه موديلنا هيك. اوكي فهذه هي البروبابيليستيك ابروتش، كمان بتمنى تجربها. فيك تاخذ انت فاليوز للاكس 1، فيك انت تجربها اول مره اكس 1 لحالها على الحل. هذه بتشبه شو اذا بالمناسبه اللي كنت مره عم جرب اعمله انا وياك بالسيجنال بروسيسنج بالاوديو سيجنال، بس هون صار الموضوع قعد شوي لانه في نوع من الانجينيرينج، يعني انت هون كنا عم نفتش على الاحرف وين عم تمرق، يمكن ما بعرف شو كنا عم نفتش، كنا عم نفتش على التمبر، على التمبر تاع الصوت، تمبر هلا ما بعرف كيف بدنا نفكر فيها اذا موضوع تمبر كثير تلحق التمبر يعني بمكانه، ناخد طابع معين اذا بينفع البروبابيليستيك ابروتش بينفع. انا كنت وياك اذا بتتذكر كنا عم نجرب نعمل هاي الشغله، هيك كنا عم نجرب بهاي وما كفينا فيها للاسف، بس ممكن حياتا واحد يمشي كمان probabilistic approach. وهذا كل شيء.